FM. الكلمة ليك. لمتابعة مهرجان دوس كان ذلك سنة 2001، فهمتين؟ وقت اللي جاني في حالة من الهستيريا، سألته باسمه اشبيك هكا، قال لي تعرف يا علي سكي جي فيو، يتكلم فرنسية طليقة، اشنو شفت؟ قال لي شفت المواطنين يدزوا في عون الحرس. إيه قلت له شاق عندكم في امريكا؟ قال احنا على محض الرادار نحطوه اجنو. احنا كان نحطوه هنا اجنو، مش الهيئات الدولية تقوم لقيامة. كاب اف ام، الكلمة ليك.